مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم مؤشر النيل. هذا البرنامج اللي نتعرف فيه بالارقام والتحليل على اداء مؤشرات البورصه المصريه. المؤشرات تراجعت بشكل جماعي لدى اغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وده لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 76% ليسجل نحو 14460.96 نقطه. هبط مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنسبه 79% لينهي تعاملاته عند مستوى 780.98 نقطه. وهبط ايضا اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبه 64% ليسجل نحو 1830.9 نقطه. شملت التراجعات مؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبيه بنحو 63% ليصل الى 14088.72 نقطه. إذا تحدثنا عن القطاعات اليوم، فكان في قائمة القطاعات النشطة في السوق كان قطاع منتجات منزلية وشخصية والأنشطة تصدر القائمة بنسبة 16.35%، تلا قطاع البنوك بنسبة 15.6%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.84%، وجاء رابعا قطاع الاتصالات بنسبة 9.21%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، المستثمرون المصريون اتجهوا نحو الشراء، استحوذوا على نسبة 58.57% من إجمالي التعاملات. المستثمرون العرب اتجهوا نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 8.54% من نشاط السوق. في المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع وحصلوا على نسبة 32.89% من التعاملات. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه عموم المستثمرين الأفراد نحو الشراء، استحوذوا على نسبة 51.92%، بينما مالت المؤسسات نحو البيع حصلت على نسبة 48.7% من إجمالي التعاملات. لو تحدثنا عن الأسهم، فكان على قائمة الأسهم المرتفعة تصدرها سهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيميائية بنسبة 9.46%، تلا سهم الوطنية لمنتجات الذرة بنسبة 8.1%، ثم سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 7.18%، وحل رابعا سهم مصر الوطنية للصلب عتاقة بنسبة 6.54%. وما زلنا مع الأسهم، فكان الأكثر انخفاضا تصدر سهم حق الاكتتاب لشركة العربية للصناعات الهندسية واحد بنسبة 38.89%، ثم سهم عبر المحيطات للسياحة بنسبة 14.29%، تلا سهم مطاحن مصر الوسطى بنسبة 10.5%، وحل رابعا سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 7.33%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.6 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 798.2 مليار عقب تعاملات بلغت ب 1.2 مليار جنيه. واسمحوا لي قبل أن نخرج إلى تقريرنا اليومي اللي بيحلل فيه أداء البورصة المصرية، اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الجديد الأستاذ توني كمال خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك معنا. اسمح لنا نخرج لتقريرنا اليومي ونرجع نبدأ التحليل. تفضل. لليوم الثاني على التوالي تراجعت مؤشرات البورصة المصرية تحت ضغط من استمرار عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية. البورصة تقلبت ما بين مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب ومبيعات للمستثمرين الأجانب. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.6 مليار جنيه. ليصل إلى 798.258 مليون جنيه بعد تداولات بقرابة 1.230 مليار جنيه. مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 واصل تراجعه ليهبط بنسبة 76%. كما نزل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جيك 70 بنسبة 79%. موجة الهبوط امتدت لتشمل مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا ليتراجع بنسبة 64% من قيمته. التداولات شملت 193 سهما لشركات مقيدة في البورصة، تراجع 93 سهما منها وارتفع 71 سهما واستقر 29 سهما دون تغير يذكر. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. تابعنا ده تقريرنا اليومي عن اداء البورصه المصريه، ونبدا فقره التحليل مع ضيفي الاستاذ توني كمال خبير اسواق المال والمحلل الفني. اهلا بحضرتك معنا. يعني في البدايه شفنا تراجع لليوم الثاني على التوالي بعد جلسه كانت يعني
مساء خيمة جدا. يوم الحد شفنا في ارتفاع كبير لمؤشر الثلاثيني والسبعيني والهندرد كمان، تيجي لتاني يوم على التوالي انخفاض في المؤشرات. رؤيتك لمؤشرات النهاردة، وهل هي دخلنا في موجة تانية لجني الأرباح ولا؟ والله المؤشرات الرئيسيه هي اقتربت من مستوى مقاومه صعب، يعني او التارجت اللي احنا كنا مستهدفين السوق من 14800 لقرب 15000. تمام. فده كان في نتيجه طبيعيه ان يحصل جني ارباح، وخصوصا ان احنا طالعين بقى يقرب 1000 نقطه من بعد اخر كوريكشن حصل في السوق. تمام. فطبيعي جدا ان يحصل عمليات جني ارباح، دي حاجه ما تقلقناش ولا حاجه، بالعكس مستوى المقاومه اللي احنا كنا او الهاي التاريخي اللي كان حققه السوق عند 14425 ده كان هاي تاريخي، كانت صعب ان احنا كنا متوقعين او اغلب السوق كان شايف ان في صعوبه ان احنا نكسره. بالعكس احنا السوق كسره، وفوليومات تعدت المليار جنيه، مليار و200 لحد مليار ونص. كسره المستوى دوت احنا بعدنا عن الكسر المقاومه دي بحوالي 400 نقطه. حاجه صحيه جدا ان احنا نعمل تيست على المقاومه تاني، لان اي مقاومه صعبه في السوق بتبقى ان نكسرها بتتحول تلقائي بعد كسرها لدعم رئيسي. احنا النهارده تقريبا وصلنا قرب مستوى الدعم ده اللي هو 14425، احنا النهارده تقريبا 14460 فعلا. تمام. فاحنا يعني طب هي حاولت تلامس النهارده ال 25 والرد التالي؟ لا لا، ده تقريبا اقل مستوى النهارده عندي، يعني او دي اقل مستويات يعني. ده انا اعتقد ان في تجربه لبكره كده، هيبقى في تجربه ممكن تكون اول ساعه في الجلسه بكره، يمكن هتبقى النتيجه كمان للاغلاقات بتاعه المتوسطات اسعار الاسهم اللي اتكلمت عليها النهارده، ده هيبقى يقربنا من مستوى الدعم اللي هو المقاومه اللي تحول لدعم اللي هو 14025 14400 اللي احنا شايف ان شاء الله هيكون في هتظهر قوه شرائيه جديده عند المنطقه دي، وهيظهر شهيه جديده للمضاربين بالذات ان احنا لان الاسعار امبارح والنهارده عملت كوريكشن ما يقارب من 10% خصوصا اسهم ال 70. تمام. واللي هي الاسهم اللي بتقتصر اكتر على الافراد، نعم، اللي هي المتوسطه والصغيره. بالظبط. الاسهم الصغيره دي هتبقى فيها. تمام. طيب بكرة. احنا شايفين النهارده الاجانب كانوا شاريين يوم الاحد، بايعين امبارح وبايعين النهارده، وعلى العكس المصريين والعرب شاريين امبارح وشاريين النهارده. دايما تبادل الكراسي بالشكل دوت بنشوفه بس في فوليومات عاليه، لكن في النسب الارتفاع احنا يعني شفنا الاجانب كانوا رافعين المؤشر في يوم الحد كان 2 وشوية، النهاردة احنا بننزل حاجات بسيطة 0.5 1 حاجات كده يعني. تمام. زي ما قلت لحضرتك برضو الاجانب تملي بيشتغلوا في الاسهم ايه الايجيت سيرتي اللي هي الاسهم القياديه زي طلعت مصطفى زي التجار الدولي والتجار الدولي طبعا. تمام. بالقياده التجار الدولي تقريبا عمل من يوم الخميس اللي فات او يوم الاربعاء اللي فات عمل ارتدادا من 72 جنيه ل 75 جنيه. فاغلب المؤسسات برضو بتشتغل برضو جوه الجلسه بشكل مضاربي شويه. يعني ممكن هو عمل المؤسسات المصريه او اغلب المؤسسات برضو بيشتغلوا لما بيشوفوا الربح موجود في السوق برضو بياخدوه يرجعوا يشتروا تاني. ماشي. بعد ذلك ان هم خرجوا من السوق، احنا صافي مشتريات الاجانب على الفتره من اول التعويم لحد دلوقتي تعدت ال 8 مليار جنيه. صحيح. دولار. مليار دولار بالظبط. فاحنا ده حاجه ما تقلقناش، بالعكس دي حاجه صحيه جدا. الدخول والخروج من السوق ده هو اللي بيخلق نشاط دايما وتواجد في السوق، خصوصا ان احنا بنتخطى المليار جنيه يوميا بشكل يعني بشكل ثابت تقريبا. تمام. طيب خلينا ندخل على ال 70 اسهم المضاربات، اسهم الصغيره والمتوسطه، ومع ان فيها يعني قوه شرائيه عاليه، فيها شركات قويه جدا خاصه الشركات اللي تابعه للقطاع الاعمال العام زي المطاحن وغيره وغيره، وبتعمل فوليومات كتيره وبتعمل يعني حركات قويه وبيبقى فيها تصحيح عالي وتغيير في المراكز وغيره. في البداية انت شايف ان ممكن الاجانب في المستقبل يدخلوا في الشركات ديت مع ان هم مقتصرين على الثلاثين ويدوا زخم زيادة للسبعيني، وشايف ان المصريين مازالوا لشغالين فيها بس بنسبة يعني الوتيرة اضعف شوية من الثلاثين. هو هي تملي السبعين الشركات الصغيرة والمتوسطة تملي شغل الافراد فيها بيبقى اكتر. ليه هي بتتحرك بشكل عنيف؟ اولا المؤشر بتاع ال 70 لسه لحد دلوقتي ما وصلش للهاي التاريخي بتاعه اللي احنا جبناه في 2008 اللي هو عند 940 نقطة. تمام. تمام. هو شاف مستوى المقاومة عند 825 ونزل منه. تمام. لحد قرب 870 860، فبرضه المؤشر 780 اسف. فبرضه المؤشر ده من المؤشرات الاجريسيف شوية في حركته، وطبعا عشان هو بيتسم بالمضاربة اكتر. تمام. من الشركات الاستثمارية يعني الاجانب لونج تيرم شويه في السوق، فما بيبقوا مراكز طويله الاجل شويه، ما بيشتغلوش زي شغل الافراد. ولكن على يعني بالشكل الفني بتاع المؤشر احنا عندنا ال 800 دي كانت عندنا مستوى مقاومه برضه صعب. تمام.
احنا نعتبر ماشيين بشكل عرضي مايل للهبوط شويه في ال70، عندنا 780 احنا واقفين عليها دي دعم. انا بتوقع ان شاء الله هنشوف ارتداد من المستويات دي 780 775، ممكن تقربنا تاني من كسر 800 وبعدين نستهدف ان شاء الله ال 825 اللي هي الهاي اللي قبل كده. طيب ده لازم ادخل في سؤال الطروحات، الطروحات احنا عارفين ان بقى لها كتير منتظرينها، تم الاعلان عليها كذا مره وتم التاجيل. في شركه ان اي كابيتال وهو المستشار المالي الحصري لبرنامج الطروحات الحكوميه قال ان في من بدايه 2018 هيدخل 30 شركه، ما زلنا برضه بانتظار ده. في البدايه كلنا متوقعين طبعا الشركات دي هتدخل في السبعيني لان هي ما وصلتش طبعاً. حتى لسه ما دخلتش في النشاط بتاعها، وان كانت هذه الشركات قويه جدا خاصه قطاع البترول اللي هيبدا بام بي، عشان كده انا بسال هل ممكن ده يفتح شهيه الاجانب ان هم يبداوا يدخلوا على السبعين خاصه في الشركات الكبيره دي؟ بص انا شايف ان التاجيل اكتر من مره وفي الوقت ده بالذات يعني حاجه غير مبرر، صحيح. وخصوصا ان انت مناخ الاستثماري دلوقتي مؤهل جدا لان انت تجذب طروحات جديده، لان انت انا شايف ان الوقت مناسب وخصوصا انت بتحقق ارتفاعات قياسيه جديده، صحيح، وقيمه جديده بالظبط كده. يعني الافضل ان انت تنزل الطروحات دي وفي شهيه استثماريه موجوده في السوق، غير لما يكون السوق في نازل وفي سيوله غير لما يكون السوق نازل. فانا شايف ان ده الوقت الانسب، وطبعا ان شاء الله انا بتوقع مع بدايه السنه الجديده طبعا هيكون في عندنا مستويات مستهدفات تانية قرب يعني 16000 ل 18000 خلال 2018. بس زي ما بقول لك احنا لازم في 30 فانا شايف ان احنا لازم نستغل فتره الرواج بتاعت السوق دي في ان احنا زي ما في شركات كتير ابتدت تنزل نسب طروحات داخليه ونسب طيب بالظبط زياده راس مال زيادة وغيره مال بالظبط، هو ده الوقت المناسب لان انت شايف ان المستثمر فيه عنده قدره ان هو ياخد الريسك ويبتدي يشتغل في السوق. تمام. طيب برضو ما زلنا في موضوع الطروحات، الطروحات ديت زي ما قلت حضرتك هي اتاخرت جدا وغير مبرر تاخيرها. شايفين ان لو نزل هذه الطروحات، طبعا احنا عارفين انها مش هتنزل كلها مره واحده، هتبدا بشركات وهيبدا في تقسيم، وقبل كده اتكلمنا عليها هنا في مؤشر النيل ان احنا لازم نحدد شريحه اعلى للشركات والصناديق الاستثماريه الكبيره ونخلي الشريحه الاقل عشان نحاول ننجح الطروحات. شايف ان هذه الطروحات في تخوف ما من الحكومه ان هي تفشل او ان هي ما تجيبش الربح او العائد اللي هم محتاجينه، هل هم في دماغهم، انتوا بتقروا السوق احسن مننا طبعا، هل هم في دماغهم ان هم لما ينزلوا عايزين يحققوا ربح عالي في الطروحات وبعد كده الاسهم لا، ولا انتوا شايفينها ازاي قارينها ازاي؟ ولو عندك يعني نجاح نظر. نجاح اي اكتتاب، نجاح اي اكتتاب في السوق مبني على التقييم العادل للسوق اللي بيعمل بيه الشركه، وبرده خلي بالك ان احنا السوق مبني عندنا على العرض والطلب، يعني ممكن تكون القيمه العادله اعلى شويه من ثمنها الحقيقي، ولكن العرض والطلب، وزي ما بقول لك لما يكون في مناخ استثماري مناسب ممكن يدفع اي سهم للصعود رغم ان هو ممكن يكون قيمته او للهبوط أو الهبوط. لكن احنا في فتره، انا شايف ان الفتره دي فتره كويسه جدا، ان ده وقت مناسب جدا ان الطروحات دي تنزل. هنخلق بضاعه جديده في السوق مقابل البضاعه اللي ابتدت تخرج، زي يعني في اسهم زي وطنيه الدره ابتدت خرجت تماما، جلوبال تيليكوم هتخرج تماما، فكل الكلام ده لازم يتوفر له بدايل، يكون في بضاعه جديده بدل البضاعات اللي بتخرج دي في السوق. طروحات زي البنوك وطروحات الشركات البترول دي من افضل القطاعات اللي لازم يبتدوا بيها الطروحات الجديده، لان تمام. في الاغلب بتحقق مكاسب كويسه. طيب في السبنتي احنا عارفين طبعا ان قيم الاسهم دلوقتي هي ما تعتبرش القيم الحقيقيه للاسهم، ده بقل بكتير من هذه القيم، وبرضه الصعود فيها مازال بطيء جدا، يعني بنطلع 50 قرش، وطبعا هي دايما متسمه بده، وعشان كده بتحقق دايما الناس بتضارب فيها لانها بتطلع جنيه نص جنيه 30 قرش تمام. وهكذا. شايف ان في الفتره اللي جايه هيكون الزخم هيتنقل للسبعين ومضاربات الافراد هتكتر فيه والصناديق، وشايفين احنا الصناديق المصريه كلنا عارفين ان هي بقى لها فتره طويله شغاله بنظام مضاربه الافراد، مش شغاله طبعا بنظام بالضبط. الصناديق الاستثماريه. تمام. انا شايف ان المؤشر 70 في فرص اعلى بكتير وفي نسبه تحقيق ارباح من مؤشر من 30 دلوقتي. ليه؟ لان خلاص المستهدفات الاسهم القياديه وصلت لمستهدفات انت تخاف تخش او مش تخاف تخش، حتى لو حققت ربح مش هيبقى الربح المتوقع تشبع شرائي، مش بنفس الربح اللي موجود في ال 70. ال 70 في اسهم لحد دلوقتي بتتداول باسعار 2008 و2009 صحيح، رغم حدوث يعني صعود المؤشر التاريخي وحدوث التعويم، ولسه لحد دلوقتي في شركات ما تعادلتش باسعار الدولار الموجوده في الوقت الحالي. فانا شايف ان فرص ال 70 هتبقى احسن في الفتره الجايه، وخصوصا الاسهم الصغيره، الاسهم الافراد الصغيره
اللي هي بتتداول في باقل من الجنيه او في رينج الجنيه يعني. طيب ال 30 دايما كنا بنقول ان في مشكله اللي هي القيم النسبيه، وخاصه السي اي بي، ان هو لما بيطلع بيرفع المؤشر وبيبقى ساعات سهم 2 3 اكبر 5 اسهم هم اللي بيطلعهم والباقي قاعدين زي ما هم. شايف ان ممكن مع الزخم الزياده يبدا يتعادل هذا المؤشر وتتصلح فيه نسب الاوزان، ممكن مع السنه الجديده يخرج مجموعة من اللي هي اللي في آخر المؤشر ويدخل منها مكانها من السبعيني زي ما بيحصل كل سنة. كل سنة بيحصل. تمام. هل الوزن النسبي ممكن يتعدل ولا احنا محتاجين نعدل المؤشر نفسه؟ لا احنا محتاجين نعدل في المؤشر نفسه، لان تعتبر ان انت عارف ان التجار الدولي طبعا واخد 40% من نسبه ايه مؤشر 30، فده يعتبر مؤشر لوحده وهو اللي مأثر نفسيا حتى في الوقت الحالي على اداء السوق. يعني صحيح. عشان يعني في الفتره اللي وقف فيها كان المؤشر كله واقف، بالعكس يعني احنا شايفين اسهم زي قطاعات الاسكان طلعت مصطفى بنتائج اعمالها تحققت صعود كويس واتصالات وي، ولكن الرنجات بتاعه الاسهم دي او نسبها اللي موجوده في ال 30 مش قادره تنعكس بشكل ايجابي او مش قادره تدي صعود قوي في المؤشر نتيجه ثبات التجاري الدولي. تمام. طيب احنا عارفين ان احنا في شهر ديسمبر، وشهر ديسمبر طبعا من قبل 25 بتبقى اعياد الكريسماس بره. اعياد الكريسماس دائما الاجانب بيبداوا يتخرجوا من الاسواق العالميه واسواقهم نفسهم علشان يبقوا ستابلايز او هادين نفسيا ان مفيش فلوس في السوق، هم قاعدين ثابتين لغايه لما يرجعوا، لانها برضو بتبقى اعياد طويله شويه. تمام. فاسواقنا دايما بنتاثر احنا كمان بهذا الموضوع، مع طبعا فكره الاغلاقات الماليه والستمنت بتاعه الشركات وغيره وغيره وغيره. شايف ديسمبر ده هيختلف؟ هو ديسمبر على طول مختلف. ديسمبر على طول بيكون شكل ايجابي. تمام. يعني خلال 9 سنين فاتوا ديسمبر واحد هو الاشهر دي اشهر ايجابيه. تمام. وهي اختلفت في سنه واحده بس تقريبا، مش عارف 2011 او 2012. تمام. ده كان هو الاختلاف الوحيد في الوقت ده، وقت الثوره يعني، ان المؤشر يحصل فيه كوركشن. ولكن لو بصينا على الهيستوري بتاع المؤشر في الفتره دي بالذات هتلاقي دي افضل فتره في السوق في ان السوق بيطلع فيها. وموضوع تخرج الاجانب من المؤشر في فتره الكريسماس ما بيبقاش تخرج بشكل كامل، ده بيبقى تخرج جزئي، تقفيل مراكز شرائيه ناجحه هم حققوا فيه ارباح بس ده، لكن ما بيحصلش بشكل كامل بشكل كلي في السوق يعني. تمام. طيب بالنسبه لاحجام التداول، دايما احنا بنتكلم ان احجام التداول دلوقتي بقت فوق المليار، ساعات بتنزل 700 و800. احجام التداول والسيوله انت شايفها ازاي؟ وهل ضريبه القيمه المضافه عفوا ضريبه القيمه اللي تم اقرارها على الاجانب وغيره، الضرائب اللي بدات تتحط على البورصه، هل فعلا اثرت عليها بالشكل ده ولا بدات تخرج بقى من المعادله بتاعه المستثمرين؟ بص، هي كان تاثيرها لحظي على الافراد يعني، خصوصا ضريبه القيمه الضريبه يعني ده كانت الضريبه دي كانت ضريبه الدمغه دي 1.4 في الالف، هي اثرت بشكل مباشر اكتر على التداولات اليوميه على السين دي اللي هو التداول في نفس ذات الجلسه ده، لان كانت الناس بتشتغل على فروق رش بسيطه بتحقق جوه نفس الجلسه فروق اسعار وبتكسب من خلالها. صحيح. طبعا الكلام دوت لما زاد ابتدى يتعالج بطريقتين. ابتدى يتعالج ان الشركات ابتدت تقلل نسب العمولات بتاعتها بشكل بسيط برضو عشان تساعد المستثمر ان هو يستمر في هذا التداول والتداول ما يقفش. السوق بالعكس ابتدى يحقق مستويات اعلى من التداول، بس ده نتيجه مش عشان خاطر الضريبه حلوه او وحشه، لا هو خلاص لسه السوق الناس بقت شايفه ان في لسه مستهدفات كويسه جدا في الورق الصغير ممكن تيجي، فبيبقى التداول المليار ده هو شراء حقيقي، ده شراء كمان يعني، ده بياكد لنا ان هو شراء حقيقي مش شراء مضاربه او شراء وهمي. ليه شراء وهمي؟ لان شراء لوضع يعني بناء مراكز جديده وبناء مراكز جديده في الفتره الاخيره. طيب انت محلل فني، خليني اسالك بقى تحليلكم الفني على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل ل 30 و70. عندنا زي ما قلت لك مؤشر اي اكس 30 عنده دلوقتي مستوى الدعم بتاعه اللي هو اللي بيمثل 14425، ده مستوى دعم كويس اللي هو القمه السابقه. طبعا طول ما احنا فوق المستوى ده احنا ما زالت النظره ايجابيه عندنا، انا شايف النظره هتفضل ايجابيه برضو، مفيش اي ما يضر نتيجه كمان ايه حجم التداول اللي حضرتك لسه كنت بتتكلم عليه. بتقول لي التداولات تملي فوق المليار واوقات تبقى 700 800. 700 800 دي ما بتجيش غير والسوق نازل. النهارده ممكن يبقى عدى المليار والسوق نازل بس عشان كان في صفقه كده على شركه الدخان، يعني في شركه الدخان بالظبط. فلكن في الطبيعي ان السوق وهو طالع بيحقق فوق المليار ومليار و200 ومليار ونص، يعني نقدر نقول ان هو على المدى المتوسط هو صاعد، على المدى الميد تيرم ايضا صاعد. لا هو على كل المستويات هو صاعد. هو 70
و70 كذلك طبعا عنده بس مستوى المقاومه على المدى يعني المتوسط اللي هو 825. تمام. كسر المستوى ده هيكون عندنا السكه مفتوحه لفوق ال 900 نقطه ان شاء الله. طيب رؤيتك سريعا كده لجلسه بكره؟ ان شاء الله جلسه بكره زي ما بقول لحضرتك عندنا مستوى الدعم ال 14425، انا شايف ان احنا ممكن نعمل تيست عليه ويبتدي المؤشر يهدى في يعني المبيعات تهدى ويبتدي يظهر قوه شرائيه جديده من قرب المستويات دي. انا شايف ان شاء الله ان احنا هنقرب مع اخر السنه على قرب 15000 نقطه ان شاء الله. استاذ سوني كمال خبير اسواق المال والمحلل الفني، شكرا جزيلا على وجودك. مشاهدينا الكرام الشكر موصول لحضراتكم، متابعه مؤشر النيل يوميا لتحليل اكثر واقعيا، تابعونا دائما، الى اللقاء.